اليوم نحن نقدم خدمة أخرى للمتعامل، وهي مركز شرطة يتحرك للعميل. بدل ما العميل يحضر إلى مراكز الخدمة، اليوم نحن مركز الخدمة يأتي للعميل. الهدف منه نحن عندنا في بعض المعارض المؤتمرات الأحداث الكبيرة نحتاج نقاط شرطة، فيكون بمنتهى السهولة أن نحن نحرك مركز الشرطة المتنقل لهالأماكن، نوفر فيها خدمات الشرطة. وفي نفس الوقت في عندنا ناس كبار السن، أصحاب الهمم، ممكن أيضا نوفر لهم خدمات الشرطة في منازل. اللي يشوفونا اليوم هي أول نسخة من مركز الشرطة المتنقل. طبعاً نحن ناخذ وقتنا في التطوير والتحسين لين ما نتأكد من حاجة المجتمع وتقبلهم للفكرة واستخدام الفكرة، بعدين ممكن نطلقها على مجال أوسع.